قلنا بالحقل يا دكتور، انا رحت في دهي مش دهي يا وحدي، انا رحت في 60. وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. غضب ربنا عليك هيكون كبير أوي أوي يا حسن. مش وقته يا دكتور، أنا بقول لك الحقني، أنا في مصيبة. طيب طمني بأي حاجة. طيب أطمنك إيه؟ أطمنك إيه يا حسن؟ أنت قاتل، أنت قاتل، أنت ارتكبت كبيرة من الكبائر يا حسن. أنت اللي قلت لي، فاكر لما قلت لي الضرورات تبيح المحظورات إلا ما اضطررتم إليه؟ ده انا حافظ الايه بالتشكيل. فاكر لما قلت لي ممكن اعمل ذنب وقصاد اتوب لربنا واعمل خير؟ واديني عملت خير كتير. ده انا كنت هبني مسجد وبنيته. لا، ما هو انت برضه اللي قلت لي اصبر. قلت لي كل لما الخير يكبر الثواب يكبر اكتر، واديني ما بنيتش حاجة. ما تلبسنيش في اللي انت بتعمله يا حسن، انا بريء من ذنبك. انت تشيل شيلتك لوحدك لوحدك. الله يهديك يا حسن. انا مش عارف الناس خير على ايه. ربنا يهديك، ربنا يهديك. ايه البشر حصل لهم ايه بس؟ ايه اللي حصل للناس وشيل شيلتك لوحدك؟ يا بكدي